أهلا بكم مشاهدينا إلى نشرة الجهاد في موعدها الاستثنائي، وهذه عناوينها. 6 مناطق من 5 ولايات تجري اليوم الانتخابات البلدية الجزئية وسط إجراءات صحية استثنائية بسبب كورونا. تركيز مسلك كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بالحامة لتوفير ظروف وقائية أفضل للمواطنين والإطارات الصحية وعزل الحالات النشطة. والملعب البلدي الهادي حاج علي ببنان من ولاية المنستير عندما يجمع الفضاء الرياضي العائلات في أجواء ترفيهية تقطع مع روتين. أهلا بكم من جديد. في آخر تطورات الوضع الوبائي في تونس، أفاد المدير الجهوي للصحة بالنيابة بجابس يحيى حمدي أن امرأة من مدينة الحامة تبلغ من العمر 48 عاما مشتبه في إصابتها بفيروس كورونا قد توفيت اليوم بالمستشفى العسكري بجابس، مشيرا إلى أنه قد تم أخذ عينة من المتوفاة التي تعاني من مشاكل صحية للتثبت من إصابتها بهذا الفيروس. وأضاف يحيى حمدي أن التحاليل المجرى أمس على عينة واشتبها في إصابة أصحابها بفيروس كورونا أثبتت إصابة 24 منهم بالفيروس بعد ورود نتائجها اليوم على الإدارة الجهوية للصحة. وأفاد اليوم الاتحاد العام التونسي للشغل على لسان الأمين العام المساعد الناطق الرسمي باسم الاتحاد سامي الطهري أن عدد حالات الإصابة المؤكدة بفيروس كورونا من بين المشاركين في مؤتمر المجلس الوطني للاتحاد بلغت 16 حالة حسب نتائج آخر التحاليل التي صدرت أمس. كما أوضح أن نتائج تحاليل أعضاء المكتب التنفيذي للاتحاد كانت سلبية، وكذلك نتائج تحاليل الصحفيين المشاركين في تغطية هذا الحدث في انتظار ما ستسفر عنه تحاليل صحفي جريدة الشعب، والتي من المنتظر أن تصدر اليوم مع باقي التحاليل الأخرى وفق قوله. تركيز مسلك كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بمدينة الحامة يعد النقطة الأولى لحماية المواطنين والإطار الطبي من عدوى فيروس كورونا، وهو تدخل ميداني انتظرته الجهة. في معتمديتي الحامة والحامة الغربية وأمام ارتفاع الحالات المؤكدة الحاملة لفيروس كورونا، تركيز مسلك كوفيد-19 في فضاء المستشفى المحلي بالحامة تدخل ميداني انتظره العاملون بالمؤسسة الاستشفائية الصحية والمواطنون على حد سواء. مسلك كوفيد هو عملناه احنا للتنظيم، معناها كل شيء باش ننظموا المسلك تاع المرضى اللي هما معناها كوفيد بلس، وباش نحميو اول حاجه المرضى الاخرين وكل شيء اللي هما كوفيد موا، ونحميو البيرسونيل نتاعنا وكل شيء. دونك فما سيركوي واضح معناها لهنا رسمناه في المستشفى المحلي وكل شيء. مسلك كوفيد يتم تامينه من طرف طبيب وممرض. كل مريض يحمل العلامات نتاع الكورونا اللي يتم عزله وما يتعداش القسم الاستعجالي. مسلك كوفيد اهم حاجه في السيركوي، خاطر مسلك كوفيد هو يعمل سيليكسيون للي يكون مريض وشكون ماهوش مريض، اللي هو سيسبي يكون كوفيد تعدى وحده، واللي هو مرض عادي يتعدى للارجونس. تركيز مسلك كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بمدينة الحامة تضافرت في تجسيده عديد الأطراف، ولا سيما بلدية الحامة والاتحاد الجهوي للشغل بجابس الذي وفر الاعتمادات الضرورية والتجهيز اللوجستي لهذا المسلك. احنا قلنا على ذمة الإطار الطبي وشبه الطبي في المستشفى المحلي بالحامة بكل ما احتياجاتهم اللوجستية، ثم جاءت مشكلة تجهيزها بالمكيفات، غادي دخلت البلدية وفرت المكيف. مشكورين هما الإطار الطبي اللي في هالظروف نتاع السخانة يخدموا، بارك الله فيهم. دخل الاتحاد بدعم مالي، الاتحاد العام للشغل دعم السبيطار المحلي بالحامة بقيمة 100,000 دينار، إضافة إلى تدخل الاتحاد الجهوي في توفير الكونتينر أو ما يسمى بال يعني وحدة الكوفيد الخاصة بالمعالجة هذه، إضافة زاد أنه ساهمنا من نخيان عوان بلدية نتاع جابس وهبطنا يعني إكيب كاملة بالمعدات وبالعوان وبالمواد باش عقمنا، ساهمنا في تعقيم كل المراكز نتاع المنشآت العمومية. مسلك كوفيد-19 بمستشفى الحامة النقطة الأولى لحماية الإطار الطبي وشبه الطبي والمواطنين من فيروس كورونا في انتظار التقيد أكثر بإجراءات السلامة والوقاية في المنطقة.
في الشأن الانتخابي، تتوصل عملية الاقتراع للانتخابات البلدية الجزئية بكل من الدائرة الانتخابية كسرى من ولاية سليانة، والدائرة الانتخابية المرجة بولاية الكاف، والدائرة الانتخابية فوسانة بولاية القصرين. تتواصل الانتخابات البلدية الجزئية بمراكز الاقتراع بمعتمدية فوسانة من ولاية القصرين لانتخاب مجلس بلدي وسط انتظارات كبيرة من المواطنين. انتظروا من المجلس البلدي باش يبتكر ويجيب لنا أفكار وتحسين للبنية التحتية والأمور الصحية والأمور الاجتماعية ولما لا. ونحبوا ما مجلس أفعال ماهوش مجلس أقوال، ونقول لهم فوسانة راهي أمانة بين يديكم، كما نحن جينا وتعبنا وانتخبناكم كما أعطونا الحقيقة. وفي معتمدية كسرى من ولاية سليانة يواصل المدنيون الإدلاء بأصواتهم بعد أن تولى يوم أمس كل من الأمنيين والعسكريين القيام بواجبهم الانتخابي. أنا نتطلع إلى الإنجازات التي سيقوم بها وسينجزها في هذه المنطقة. صراع الأحزاب اللي فضلوا مصلحتهم على مصلحة الوطن وحتى واحد مفكر في بلاده. كما تواصل 6 مراكز اقتراع استقبال المقترعين في الانتخابات البلدية الجزئية للبلدية المحدثة المرجى التابعة لمعتمدية السرس من ولاية الكاف، وتتنافس في هذه الانتخابات 3 قائمات، واحدة منها حزبية وقائمتان مستقلتان. أمس كانت أول يوم الاقتراع الأمنيين والعسكريين، واليوم يوم الاقتراع للمواطنين العاديين. قبل ما شاء الله معناها محترم هاكم كما تشوفوا، معناها الناس معناها كيفاش. وتجرى عملية التصويت للانتخابات البلدية الجزئية في مختلف مراكز الاقتراع وسط إجراءات استثنائية يتضمنها البروتوكول الصحي توقيا من انتشار فيروس كورونا. 6 مراكز اقتراع فتحت أبوابها في كل من الساحل المعتمر وزاوية قنتش من ولاية المنستير، فتحت أبوابها أمام الناخبين لاختيار ممثليهم في البلديتين في ظل البروتوكول الصحي توقيا من فيروس كورونا. بولاية المنستير 6 مراكز اقتراع فتحت أبوابها اليوم بكل من الساحل المعتمر وزاوية قنتش للناخبين لاختيار ممثليهم في البلديتين مع الالتزام بكل إجراءات البروتوكول الصحي للوقاية من فيروس كورونا. ثم 6 مراكز اقتراع في بلدية الساحل المعتمر، فيها 21 مكتب اقتراع، فيها مسجلين أكثر 11400 وأكثر من 11400 مسجل ببلدية الساحل المعتمر اللي مش ينتخبوا اليوم، وزاوية فيها 4100 مسجل، فيها زوز مراكز أمس انتخبوا الأمنيين والعسكريين. النسبة كانت في آخر النهار وصلنا 11%، أكثر من 11% في بلدية الساحلين وقريب 9% في بلدية زاوية قنتش. النسبة كانت ضعيفة شوي. الاستعدادات طيبة، ما عندناش خروقات، ما عندناش شيء. الملاحظين معناها كصحافة كجمعيات حتى أمس ما جاوش، ما نعرفش السبب شنو، لأن انتخابات معناها على مستوى محلي يمكن ما يعطوهاش معناها أهمية أكثر. قرابة 15,000 ناخب وناخبة يتوجهون اليوم إلى مراكز الاقتراع، من بينهم 4,100 في زاوية قنتش، وقرابة 11,000 ناخب وناخبة في الساحلين معتمر. المترشحين معناها من خيرة أبناء زاوية قنتش، إن شاء الله يعطيوا الإضافة لمدينة زاوية قنتش والأهالي زاوية قنتش. إحنا ماذا بينا يخدم الروحات وما يزوش من بين هذا وهذا مبدئيا، وثم قوانين قديمة شوية يزينا منها عطلت لنا برشا مصالح، من ناحية للخدمة ماذا بيميزوش أي حومة منا وحومة فلان وحومة فلتان. انتظارات وأمال معلقة لكل من أدلى بصوته لاختيار المترشحين في الانتخابات البلدية الجزئية علها تتحسن الظروف الاجتماعية. وفي ولاية نابل تتواصل عملية الاقتراع في الانتخابات البلدية الجزئية لبلدية قربة في ظروف وصفت بالعادية، وذلك بحضور مكونات المجتمع المدني وممثلي القائمات المترشحة. عملية التصويت تتواصل وسط إجراءات استثنائية من خلال التقيد بإجراءات البروتوكول الصحي توقيا من انتشار فيروس كورونا. بلدية قربة الحقيقة وفرنا كافة مواد التعقيم، وفرنا الكمامات، كما ذلك كما تدعيم فريق العمل بعاملات نظافة، وذلك لتعقيم الأقسام إثر دخول وخروج الناخبين وتعقيم الأقلام الجافة المستعملة بعد استعمالها من الناخبين. التحضر هو أنه نشترك في العمل
وأنه نقدم لبلادنا ما يجب أو الواجب بتاعنا نقوم به. يتلهوا بالبلاد ويتلهوا بالطرقات ويتلهوا بالجسر بتاع القنطرة الموجودة في البلاد هذيك في مدخل قربة. تظاهرة رياضية ترفيهية احتضنها الملعب البلدي الهادي حاج علي ببنان من ولاية المنستير بمشاركة مئات الرياضيين من مختلف الجمعيات بالجهة. احتضن الملعب البلدي الهادي الحاج علي بمدينة بنان من ولاية المنستير تظاهرة رياضية ترفيهية بمشاركة مئات الرياضيين من مختلف الجمعيات الرياضية بالجهة. الملعب جديد تعمل في ظرف قياسي في ظرف 4 أشهر كما ترى في مواصفات عالمية. حرصنا على معناتها انجازه في ظرف وجيز وعندنا ان شاء الله تهيئه الحجرات الملابس على قريب زاد توسعتها بقيمه 200,000 دينار. العباد بدات الانفيتاسيون يجيو حاطين في الاكراني كتشوف عندنا حاجه الاوبجيكتيف اللي احنا وصلنا له انه عندنا البنات كيما نكا اولاد مع بعضهم حابين معناتها نطوروا في الاخلاقيات فهمني. تولي عندنا ثقافه جديده اللي هي سبور والرياضه ووقتهم يملؤوه بالسبور والرياضه وهذا الهدف اللي حبينا نوصلوا له وان شاء الله ننجحوا فيه وتتعاود التظاهرات الرمليه. مدربون مختصون شبان اشرفوا على تنظيم هذه التظاهره الرياضيه كارديو دي التي جمعت بين الرياضه والموسيقى. احنا شباب عاطل على مل تلمينا في بعضنا حابين نعملوا فكره جديده ان شاء الله يا ربي هذه البدايه في بنان ان شاء الله يا ربي مش حاولوا نمشيوا اكثر ان شاء الله بعد الازمه نتاع كورونا باش نحاولوا نقدموا اكثر. لازمنا ناخذ التوقيات نتاعنا ونحتاطوا وميم طون معناها ما نحرموش زاد ارواحنا. و بور اون بروميير اديسيون توا لاريو بيك هذا كارديو سي تري تري بيان باسي ويعطيهم الصحه. وتاتي هذه المبادره في اطار خلق اجواء رياضيه ترفيهيه تجمع العائلات بكبارها وصغارها وتساعدهم على قدرة التحكم في مشاعر التوتر خاصة في هذا الظرف الصعب. ديما بالتوفيق للناس كليكا وبعد هنا الكورونا ذي إن شاء الله ديما مجتمعين مع بعضنا بقدرة ربي لاباس. وما طبيعي الناس الكل نشجعوا على الرياضة والسبور على خاطر حاجة باهية. يعني خاصة الصغار قلقوا من الدار من القاعدة محبوسين في البيوت نتاعهم دونك يخرجوا يتفردوا يعملوا شوية ديفولمون مع بطل تونس في بطل الفضائي نتاع الكيكوشنكاي. في الملعب البلدي الهادي الحاج علي ببنان سيكون قبلة لكل التظاهرات الرياضية لتشجيع الشباب والفتيات والأطفال على ممارسة كل أنواع الرياضات. وفي الختام نذكركم مشاهدينا بعناوين نشاطنا. 6 مناطق من 5 ولايات تجري اليوم الانتخابات البلدية الجزئية وسط إجراءات صحية استثنائية بسبب كورونا. تركيز مسلك كوفيد-19 بالمستشفى المحلي بالحامة لتوفير ظروف وقائية أفضل للمواطنين والإطارات الصحية وعزل الحالات النشطة. والملعب البلدي الهادي حاج علي ببنان من ولاية المنستير عندما يجمع الفضاء الرياضي العائلات في أجواء ترفيهية تقطع مع روتينا. وكالعادة مشاهدينا بإمكانكم متابعة هذه النشرة وغيرها من الأخبار على بوابة التلفزة التونسية. نشكر متابعتكم وإلى اللقاء.